الطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه فيجعله يقدم على أمر أو يحجم عنه، وهذه صفة لم يكن التوكل في قلبه عظيما. وهذه صفة إيش؟ من لم يكن قول. وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما، الذي ليس في قلبه التوكل عظيما يحصل له هذا التطير، يتطير بأسماء، بأشخاص، بأوقات، بأشكال، بطيور. ذهب مثل السفر، ذات السفر ولا حادث أمامه، قال لا هذا أولها إيش حادث، الله قدر حادث، رجع راح يشتري أولها أول الصباح، ولا مر عليه واحد مثلا فيه عاهد بعينه برجله بيده، قال لا ما دام هذا أول وقت طالع لي أرجع سكر اليوم. أو رأى طائر البومة مثلا، أو يتشام صفر شهر صفر، لا عقد زواج كل شيء جاء، قال لا خلي بعد صفر. أو الغرب يتشامون رقم 13 حتى يقال ما هو موجود في المستشفيات ولا في المصعد، الله فعبد الله قال ولا في المصعد، يعني الغرب عندهم إيش الدور الأول الثاني الثاني عشر رابع عشر، ما في ثالث عشر مستشفيات جناح 13 ما في سخافة، صح ولا لا؟ هذا تطيوس. لا أو يزرون طير إن طار يمينا مضى في سفره أو زواجه أو تجارته أو قتاله، إن طار شمالا لا قال لا مهزوم خسران خسران ارجع. هذه شوف يعني ألقى عقله واعتمد على الطائر يطير يمين والشمال، هذا طائر يطير مع الهواء يمكن يمين في الشمال، مش قاصد أن التوفيق وعدم التوفيق. لذلك استبدلنا شرعا بما ذكرنا بصلاة الاستخارة، استخير ربك مش تعتمد على طير ولا على شكل ولا على لون ولا على صوت. هذا التطير إذا كان في القلب توكل على الله عز وجل العظيم لا يحصل هذا التطير، ولكنه يرد على القلب، كل إنسان يرد على قلبه فيدفعه بقوة التوكل. نعم.